أنا مشارك لأكثر من سبب. أولا هذه رسالة إلى مجلس الشعب. يا مجلس الشعب، احنا مش عايزين أول القصيدة كفر، انتوا جيتوا عشان تلبوا مطالب الشعب. احنا عايزين الأجازة اللي انتوا خدتوها دي نفهم انتوا كنتوا بتتهربوا من ايه. احنا البلد في حاجة إلى رأي مجلس الشعب دلوقتي. يا مجلس الشعب، مطالب الثورة وأولها القصاص العادل أين هي من أجندتكم؟ انتوا رايحين بنا على فين؟ إذا كنتوا هتعملوا زي مجلس الشعب بتاع حسني مبارك بس بشرطة، اعرفوا ان مصيركم زيهم. احنا نعرفكم كويس ونتمنى ان انتوا تسلكوا الطريق الصحيح، لكن اذا لم تلبوا مطالب الثورة فانتظروا ما لا يسركم من هذا الشعب. النهارده في كثير صعب ان يصمت. النهارده في كثير من النواب اتكلموا عن حق الشهداء والقصاص العادل ليهم. القصة مش قصة الكلام، احنا عايزين فعل، احنا عايزين قوانين، عايزين القوانين المعيبة اللي كان مفترض ان هم اول حاجة تهمنا محكمة ثورية. هم عايزين احنا اللي نعملهم محكمة ثورية ولا ايه؟ هم قاعدين في مقاعدهم دي، ليه مش عايزين يتحملوا المسؤولية؟ اللي جه مش عايز يتحمل المسؤولية سواء من التيار الإسلامي أو من التيار الليبرالي، يتفضل يرجع على بيته أحسن له، لأن إحنا ما ضحيناش بدم الشهداء دول عشان هم يروحوا ينعموا بالحصانة ويقعدوا يتفقوا مع السلطة. نحن ضد ذلك تماما. شكرا لحضرتك.